القدوس الإله الواحد آمين. نشكر ربنا إن هو عبر بينا الفترة اللي فاتت وبيدينا إن احنا نعيد مع بعض ونحتفل ببداية سنة جديدة ربنا يبارك لنا فيها. ونلاقي المزمور بيقول سبحوا الرب تسبيحا جديدا. طب ما احنا بنسبح ربنا كل يوم، لكن التسبيح طعمه جديد كل يوم. ولو في سنة جديدة احنا شايفين قد ايه اعمال ربنا الحلوة معانا على مدى السنين اللي فاتت، واثقين اللي بدأ معانا هيكمل، واثقين ان احنا في السنة الجديدة دي هيكون لينا فيها نصيب كبير في البركة. عايزين نفتكر في السنة الجديدة دي ثلاث حاجات على الأقل. عايزين نتذكر إننا في المسيح خليقة جديدة، وفي المسيح إحنا أغنياء، وفي المسيح إحنا مباركين. إحنا في المسيح خليقة جديدة، اتخلقنا فيه خليقة جديدة لما هو جه اتحد بينا وبطبيعتنا، فخلقنا فيه بقى هو آدم الثاني وإحنا خليقة جديدة. وبما أننا ثبتنا فيه فإحنا خدنا البركة، خدنا البركة بقينا مباركين، مباركين في المسيح. خارج المسيح في لعنة، ما فيش بركة، الأرض ملعونة والعالم كله في اضطرابات، ما فيش بركة خارج المسيح. لكن إحنا في المسيح نبقى إحنا مباركين في المسيح. وتالت حاجة إن إحنا أغنياء في المسيح، أغنياء جدا، وكنزنا من نوع خاص مش زي كنوز العالم زي ما نشوف دلوقتي. أول حاجة إن إحنا في المسيح خليقة جديدة، ده اللي هيتقرأ علينا في البولس بكرة. الذين هم في المسيح هم خليقة جديدة، الأشياء العتيقة القديمة يعني قد مضت انتهت، هو ذا الكل قد صار جديدا. احنا متنا وقمنا معاه في المعمودية، فنعيش في جدة الحياة، حياة جديدة، حياة مقدسة، حياة مش زي القديم، حياة لا يغلبها الموت، لا تغلبها الخطية. احنا في المسيح خليقة جديدة. قال عنها القديس بولس الرسول ان ده الانسان الجديد اللي بيتجدد، يعني زي ينمو كده وبيشرق كل يوم أكتر وبينور كل يوم أكتر. الإنسان الجديد فينا ده اللي بينمو. الجسد ده له حدود، يكبر 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 وبعدين يقف، وبعد كده الواحد لما يكبر في السن الجسد ده إيه ينكمش كده وخلاص، وينتهي بقى التراب، يروح للتراب. أما الإنسان الروحي الجديد اللي مخلوق فينا ده بيكبر بدون حدود. لحد فين؟ ده قدامه إلى قامة ملء المسيح. يعني طبعا هيملى لحد لما يوصل للمسيح. هيملى إزاي ده؟ مفيش حد هيوصل لأن المسيح غير محدود، فيكبر يكبر يكبر، ينمو بلا حدود. كلما بيتغذى بالروح بينمو. احنا بنقول الأطفال كل عشان تكبر، لكن الإنسان الجديد ده بياكل بلا حدود ويكبر بلا حدود. الطفل تو ما يوصل لمستوى معين في الطول خلاص مش هيكبر اكتر من كده، لكن الانسان الجديد يكبر. احنا في المسيح خليقة جديدة، والسكة قدامنا مفتوحة للنمو. خليقة جديدة ليها ميراث سماوي مش ميراث ارضي، ليها اشتياقات سماوية، ليها انتماء جديد لآدم الأخير أو آدم الثاني ربنا يسوع اللي هو رأس الخليقة الجديدة. فإحنا لما تعمدنا إحنا اتغرسنا فيه واتخلقنا فيه خلقة جديدة، لما تعمدنا إحنا اتغسلنا في دمه وثبتنا فيه، ولما ثبتنا فيه بقينا أبناء الآب بالتبني لأن هو الابن الوحيد. ولما نثبت فيه نبقى ثابتين في الابن، نبقى أعضاء في جسده، نبقى أبناء الآب، نبقى خدنا البنوه، خدنا نعمة البنوه،
بقينا أولاد الله مولودين من فوق. دي الخليقة الجديدة. لما ربنا قال لنيقوديموس، ربنا يسوع وهو بيتناقش مع نيقوديموس قال له كده لازم الواحد يتولد من جديد، قال له ازاي يعني؟ افتكر انها ولادة جسدية، قال لك هيرجع زي بطن امه تاني ويتولد، قال له لا، المولود من الجسد هو جسد، والمولود من الروح هو روح. دي ولادة من الماء وروح، دي ولادة من فوق، دي خليقة جديدة. فاحنا بقينا اعضاء في جسد المسيح، بقينا مخلوقين فيه خليقة جديدة. مش عايزين ننسى دي، مش عايزين ننساها ولا مجرد بس نفتكرها في رأس السنة عشان فيها تسبيحا جديدا لا لا لا، دي على طول كل يوم، ده كل يوم وكل لحظة احنا فاكرين ان احنا في المسيح خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت. ونبتدي مع ربنا بداية جديدة وننمو، الإنسان الجديد ده بيتغذى كل يوم، نخلع الإنسان العتيق زي الشجر. بعد فترة بسيطة أسبوعين ثلاثة هنلاقي الشجر يبتدي يخلع، يخلع الورق القديم بتاعه عشان هيلبس جديد. بس ده يلبس جديد الموسم اللي جاي بقى، لا بالنسبة لنا روحيا احنا بنخلع ونلبس كل يوم، نخلع الحاجات الوحشة. يقول لك اخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق مع كل أعماله، والبسوا الجديد، البسوا الرب يسوع، ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. البسوا الرب يسوع، البسوا الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه. الجديد ده شبه المسيح، فاحنا في المسيح خليقة جديدة. مش عايزين ننسى أبدا كده، مش عايزين نعيش على القديم. تقول لي طب احنا بنغلط، بقولك طبعا بنغلط عشان لسه عايشين بالقديم. طب والإنسان الجديد ده ما بيغلطش؟ أيوة ما بيغلطش. القديس يوحنا يقول عليه، يقول المولود من الله لا يخطئ، لا يخطئ ولا يمس الشرير، لا يخطئ ولا يستطيع أن يخطئ. ده لأنه مولود من الله، لأن زرعه ثابت فيه، زرع إلهي مش زرع بشر، زرع إلهي ما يطلعش غير حاجات بتاعت الله، مش حاجات بتاعت الناس والشر والخناقات والطمع والغش والنجاسات لا ده بتاع البشر. لكن احنا بقينا مولودين ولادة جديدة ومخلوقين خليقة جديدة في المسيح. فالمولود من الله لا يخطئ ولا يستطيع أن يخطئ، لأن زرعه ثابت فيه، في زرع إلهي. فمش عايزين ننسى ان احنا في المسيح خليقة جديدة، ونعيش بهذا الإنسان الجديد، نعيش بحسب الإنسان الجديد وليس بحسب الإنسان العتيق. كل يوم ننكر نفسنا، يعني ندوس على الإنسان العتيق ونلبس الجديد اللي بيتجدد وبينور أكتر كل يوم بمحبة ربنا وبعمل الروح القدس فينا. احنا في المسيح فبيسري فينا روحه. يعني ايه احنا أعضاء فيه؟ كل عضو في جسمنا ده مش بيوصل له دم؟ مش بيوصل له دم ويغذيه؟ فيقول لك ده عضو حي. طب ولو ما وصلوش دم يموت. يقول العضو ده جاله جانجرين، غرغرينا، يعني دم مش واصل، ما بقاش بيوصل له غذاء، بقاش بيوصل له دم، فالميكروبات بدأت تهاجمه وبدأ يحصل انفكشن والجسم مش قادر يقاوم لأنه الدم مش واصل. يقول لك لا، العضو ده خلاص كده مات، لازم يتشال وإلا يسمم الجسم كله. لكن احنا اعضاء في جسد المسيح، لازم يكون بنتغذى بروحه ودمه بيسري فينا، ولما بنتناول جسده ودمه نثبت فيه وهو فينا. دي اول حاجه لازم نفتكرها، احنا في المسيح خليقه جديده، احنا في المسيح خليقه جديده. عايزين نعيش على مستوى هذه الخليقه الجديده، مش على مستوى الخليقة القديمة العتيقة والإنسان العتيق بأعماله الشرير. تاني حاجة أن احنا في المسيح مباركين، لينا كل البركات في المسيح، لينا كل البركات. قديس بولس الرسول يفتتح رسالة أفسس، ودي تعتبر يمكن أعمق ما كتب يمكن في العهد الجديد كله، أعمق ما كتب القديس بولس الرسول رسالة أفسس، فيها يعني صلب سر المسيح، سر الملكوت.
فبيقول إيه في بداية الرسالة؟ أول من آية 3 لآية 5 بعد ما قال التحية اللي في الأول، المبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات. يعني ما فيش بركة روحية في السماويات ما باركناش بها، ما عطاهالناش، كل ده بتاعنا. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح. في المسيح، احنا في المسيح ناخد الدنيا كلها، ناخد السماء كلها، ناخد كل البركات الروحية. خارج المسيح مفيش زي ما قلت. ففي المسيح، يعني صح الأولاني في أفسس لوحده مكرر في المسيح أكتر من 12 مرة. في المسيح كل غنانا وكل بركتنا في المسيح. الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح، كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم. يا يعني احنا في باله وفي ذهنه وفي حكمته الأزلية منذ الأزل. أيوة طبعا، احنا متصورين في ذهنه منذ الأزل. طب وخطتك ايه يا رب من ناحيتنا؟ قال خطتي ان كنت تملكوا معايا ملكوت معد لكم قبل انشاء العالم، يعني قبل ما نتخلق، قبل ما الخليقة تتخلق. دي خطته. خطته طبعا اتعطلت بسبب خطية آدم، بعد ما اعطانا الحرية ان احنا نختار، آدم وحواء اختاروا حاجة غلط فتعطلت الخطة. لكن جه السيد المسيح كمل وتجسد واستردنا مرة أخرى وبيهيئنا علشان نتمجد معاه وعلشان نرث الملك المعد لينا من قبل إنشاء العالم. يبقى باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح، كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم. مختارنا فيه في المسيح، يعني احنا كنا في حكمته، في ذهنه، حكمته أزلية، الحكمة هي المسيح اللوجوس. مختارنا فيه قبل تأسيس العالم، مباركنا بكل بركة روحية ومختارنا فيه لنكون إيه؟ لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. ملكوت الله حب، اللي يبعد عن المحبة يبقى خرج برا الملكوت، يبقى قطع زي قفل الشريان اللي بيغذيه في جسد المسيح فينشف ويموت وهو في الجسد، زي ما حكيت على العضو اللي بيجي له غرغرين، ده القطع المحبة، مش عارف يسامح، متغاظ من فلان، بتحسد فلانة. الشغل ده يحرمنا من الملكوت. عشان كده ربنا مختارنا عشان نكون قديسين وبلا لوم أمامه في المحبة، ما تكونش المحبة بتاعتنا ناقصة، قديسين وبلا لوم أمامه في المحبة. السبق فعيننا للتبني. طب نتبنى، نبقى متبنين ازاي لله، نبقى ابناء لله بالتبني ازاي؟ بيسوع المسيح نفسه حسب مسره مشيئته. يعني هو ارادته فرحان ان هو يتبنانا. ازاي يتبنانا؟ لما نثبت في المسيح، فهو يبقى اخ بكر بين اخوه كثيرين، نبقى احنا اعضاء في جسد الابن الوحيد، نبقى ابناء بالتبني. هو ابن طبعا بالطبيعه وبالجوهر، ازلي مع الاب وفي حضن الآب ومتحد بالآب في جوهر واحد، لكن احنا لما ثبتنا فيه بقينا أبناء بالإيه؟ بالتبني. شوفوا الغنى اللي احنا فيه، بركة، مباركين. احنا في المسيح خليقة جديدة، احنا في المسيح مباركين. أقرأ لكم الثلاث آيات دول تاني. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح. مبارك هنا بيسبح ربنا، يعني بيبارك الله، بيشكر ربنا ويسبح. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماوات في المسيح، كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم أمامه في المحبة. السبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح حسب مسرة لنفسه. عيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه، نبقى أبناءه الخصوصيين،
دول يبقوا أولادي بتوعي، عيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه للآب، دول ولادي ويقولوا لي يا بابا. شوف قد إيه، مش بس إحنا بنفرح لما نقوله يا أبانا الذي في السماوات، هو كمان بيفرح. مش الأب لما ابنه بيقوله يا بابا مش بيفرح؟ مجرد يسمع كلمة بابا دي بيفرح، فرحان إن ابنه بيناديه بيقوله يا بابا. فربنا بيفرح لما نقول له يا بابا يلي في السماء. فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته. فرحته وفرح وبهجته ومسرته انه احنا نبقى اولاده. ثالث حاجه ان احنا في المسيح اغنياء جدا. يبقى احنا في المسيح خليقه جديده، احنا في المسيح مباركين، احنا في المسيح اغنياء اغنياء اغنياء. ان هو ينبوع كل غنى، ينبوع كل صلاح. احنا اغنياء في المسيح، لينا ميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ لنا في السماوات. احنا اغنياء في المحبه، اغنياء بالروح، اغنياء. والسيد المسيح جاي عشان يغنينا. الأمثال اللي انتوا سمعتوها في الإنجيل العشية بتتكلم على إيه؟ على الملكوت، مش كده؟ بس كلها بتتكلم على الغنى، غنى. يقول لك واحد لقى كنز في حقل، فمن فرحه مضى وأخفاه وقعد إيه، رتب نفسه وباع كل حاجة عنده عشان يعرف يشتري الحقل ده وياخد الكنز، يبقى غني. واحد تاجر بيطلب لقالق كثيرة الثمن، فراح لقى لؤلؤة لا تقدر بثمن، لا تقدر بثمن. راح جاي قال لا، ده أنا كل اللي أنا بشتغل فيه ده فلسه. راح بايع كل حاجة وقال أشتريها دي، فعلا لما أشتري دي أبقى غني. اشتراها، باع كل حاجة واشتراها. هو ده المسيح، هو ده اللؤلؤة الكثيرة الثمن، هو ده الغنى اللي بيديهولنا لما يسكن في حياتنا. عشان كده بيقول ايه؟ بيقول في الآخر، يقول كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات، يعني واحد كده بيدرس كلمة ربنا ويفرح بيها، يشبه رجلا رب حقل يخرج من كنزه جددا وعتقاء. ده عنده كنز، كنز بيخرج منه جددا وعتقاء، قديم وجديد. عنده حاجات قديمة سمينة جدا بيطلع منها، وبياخد جديد كمان. زي كل واحد كده بيحب الإنجيل، تلاقي كاتب ومخطط وفاكر ومتعزي، وكل يوم يقرأ ياخد أكتر ويشارك الحاجات الحلوة اللي بياخدها دي. يخرج من كنزه يشاركها مع الآخرين، يخرج من كنزه جددا وعتقاء. فاحنا في المسيح أغنياء، أغنياء. مش بنبص لغنى العالم، ده اللي جاي له ورث وده اللي جاي له فلوس من هنا وده مش بنبص للحاجات دي. مره انتوا عارفين القصه المشهوره في لوقا 12، واحد راح للسيد المسيح وقال له قل لاخي ان يقسمني الميراث، احنا عندنا ورثه، عايز بس بالعدل، انا مش طالب حاجه زياده، بس قل له يقسمها لي مظبوط بالعدل. ربنا يسوع صعب عليه الراجل انه بيتخانق على الحاجات دي، ودي كلها حاجات مش احنا سايبينها وماشيين. فقال له يا اخويا من اقامني قاضيا او مقسما؟ هو اللي بيبقى عنده فلوس ده حياته، يعني من امواله ولا حياته من ربنا؟ امواله دي هتعمل له ايه؟ وراح قايل لهم مثل مشهور كلنا نعرفه بتاع الغني الغبي. يقول لك إنسان أخصبت كورته، يعني المحصول جه كتير قوي في سنة، فقال ياه ده إيه ده؟ ده خير كتير، أشكرك يا رب. بس هو يفتكر ربنا لما يكون عايز من ربنا حاجة. هو وبعدين يقول لك وبعدين المخازن بتاعتي ما تكفيش، أنا بقى لازم أهدها وأبني على كبير مخازن ضخمة، وأقول لنفسي كلي واشربي واستمتعي لك خيرات لسنين كثيرة. وبعد كده في نفس الليلة ربنا يقول له إيه؟
يقول له هذه الليلة تطلب نفسك منك، يعني أنت هتموت الليلة دي، هذه التي أعددتها لمن تكون؟ وبعد كده تعليق جميل بعد ما سيد المسيح يحكي القصة أو المثل، يعني يقول تعليق مهم أوي، يقول هكذا كل من يكنز لنفسه وهو ليس غنيا لله، لله في الإنجليزي واضحة أكتر، towards God، towards God، ناحية ربنا. واحد غني لربنا، واحد غني في اتجاه السماء، في اتجاه ربنا، بيحب يقف يصلي، بيحب يقضي وقت مع ربنا، بيحب يخدم ربنا، بيحب أن يكون غني في اتجاه السماء، في اتجاه الحياة الأبدية، في اتجاه ربنا، يحب العطاء. قعدت مرة أفكر يعني إيه الواحد يكون غنيا لله. شوفوا كلام سيد المسيح مش كلمة كده نعدي عليها ونقرأ اللي بعدها بسرعة، بيقول هكذا كل من هو من يكنز لنفسه وهو ليس غنيا لله. ده واحد مش دريان انه غني في المسيح، ده مش دريان بدي، ده بيدور على مخازن وحاجات في الارض. يعني ايه الواحد يبقى غنيا لله؟ حتى طلع كده لقيت اقوال اباء حلوه قوي فترجمتها وقلت اقولها لكم اشاركها معاكم. قديس كيرلس الكبير بيقول الغني لله ده بيوصفه، يعني غني في اتجاه ربنا، في اتجاه السماء مش في اتجاه الأرض. يقول أول حاجة أنه غني بالنعمة وبالرجاء المجيد، برجاء السماء، غني بالميراث بتاع السماء، غني برجائه في الميراث السماوي، وغني بالنعمة الإلهية، غني بعمل الروح القدس فيه. يحب الفضيلة وليس الثروة، غني بأنه يحب الفضيلة مش الفلوس. الغنى بتاعه غنى في الفيرتشوز، في الفضائل، في المحبة، في الوداعة، في السلام، في الطهارة، في الصلاح، في التعفف. غني في الفضيلة مش في الرصيد بتاع البنك. ثالث حاجة انه اشياء قليلة تكفيه، حاجات بسيطة خالص تكفيه من الدنيا دي، مش بيدور على حاجة، غني سوى غني. يعني ساعات واحد تلاقيه مليونير، مليونير مليونير يعني مالتي مليونير، وتلاقيه يعني إن شاء الله $50 ما يطلعوش منه، لك محتاجه أنا دفعتهم وممكن ياخد زيادة عليهم كمان، ده فقير، ده مش غني، ده لسه محتاج. الغني هو اللي مش محتاج، مش الغني اللي عنده رصيد كبير، لا، الغني اللي هو مش محتاج. فتلاقي الإنسان الغني بربنا حاجات بسيطة خالص تكفيه، حاجات بسيطة يأكلها، حاجات بسيطة يلبسها، حياة بسيطة تكفيه ويبقى فرحان. نقطة كمان رابعة إنه تلاقي إيده مفتوحة للعطاء لاحتياجات الفقراء، ويعزيهم في أحزانهم بكل طاقته، يعزيهم بكل إمكانياته، يفرح الناس ويعزيهم. أيضا الغني ده تلاقيه يجمع في المخازن العلوية، يجمع لنفسه دايما، يجمع حصاد حلو بس في المخازن اللي فوق، مش يقول أنا هكبر المخازن هنا وهأجر مخازن جديدة، لا، يجمع ويكنز كنوز في السماء. قديس يوحنا ذهبي الفم يقول عبارة جميلة قوي، يقول المخازن الوحيدة التي نحتاجها هي الموجودة بالفعل لدينا، وهي بطون الفقراء. المخازن الوحيدة اللي احنا محتاجينها هي موجودة، مش هنجيبها من بعيد، هي موجودة، اللي هي الناس الجعانين نحط فيها، هي بطون الفقراء. قديس باسيليوس الكبير، وده كتير اتكلم على العطاء وعلى الغنى الروحي، بيقول ايه؟ بيقول الطعام، يقصد الطعام الزيادة، يعني الطعام الموجود في مخازننا اللي احنا اكل بس مخزنينه لانه زياده عندنا كتير، زياده مخزنين، الطعام الموجود في مخازننا هو ملك للجوع، والمعاطف البلطو يعني او الكوتس، المعاطف المعلقه بدون استعمال هي ملك من يحتاجها، والاحذيه التي تبلى في خزاناتنا هي ملك للذين ليس لهم أحذية،
اللي شايل هنا وشايل كتير كتير، دي مش تفرض ملك للغلابة اللي مش لاقيين. والأموات الأموال التي نكتنزها هي ملك للفقراء. أختم بقول جميل القديس أمبروسيوس، ده كان أسقف ميلان في القرن الرابع، بيقول إيه؟ بيقول الأشياء التي لا نستطيع أن نأخذها معنا وإحنا طالعين على السماء، الأشياء التي لا نستطيع أن نأخذها معنا هي ليست ملكنا، الفضيلة فقط هي ستكون رفيقتنا عندما نموت. عمل الروح القدس في حياتنا اللي بيثمر فضائل هو ده الكنز بتاعنا، هو ده اللي احنا هناخده معانا. أما الحاجات اللي مش هنقدر ننقلها معانا للسماء مش ملكنا، هنسيبها هنطلع فاضيين. والدليل انها مش ملكنا ان احنا بنسيبها ونطلع ما فيش حاجة. اللي كتبناه باسمنا في السماء بس واللي حولناه على السماء هو ده اللي ملكنا، هو ده اللي يبقى رصيد لينا في السماء. أما غير كده الحاجات اللي ما نقدرش ناخدها معانا هي مش ملكنا. عايزين نفتكر الثلاث حاجات دول في بداية السنة الجديدة ونفتكرهم على طول، إن إحنا في المسيح خليقة جديدة، إن إحنا في المسيح مباركين، إن إحنا في المسيح أغنياء. ولربنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.